أحمد عريف. شكرا فيصل. مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله مساكم بكل خير. سادس أشواط الحفل الرابع للأفراس العربية عمر الثلاث سنوات، ها هي تندفع من علامة الـ 1400 متر. أفراس العربية عمر الثلاث سنوات 14 رأس، سبعة أفراس في هذا الشوط تشارك لأول مرة في السباقات الرسمية. هنا الانطلاقة تبدأ مع الام الماسة ابنة مستند الخالدية مع سلطان الميموني في ثاني حضور، بينما نشاهد المحاولات كذلك للحق من قبل ركود الأنصاري ابنة صقلاوي الخالدية مع عبدالله الخميس، فيما التحرك أيضا قادم من قبل شموخ شار ابنة خالد البويبية مع خالد الميموني، فيما أيضا المحاولات كذلك للتحرك من قبل ريوف الأنصاري ابنة شال الخالدية مع عبد الله الفيروز. هنا الصدارة تذهب لصاحبة المركز الأول ركود الأنصاري ابنة صقلاوي الخالدية مع عبد الله الخميس في أول حضور لها هذا الموسم وثاني حضور لها في السباقات، يبدو أنها متكيفة مع السباق، بينما نشاهد ريوف الأنصاري ابنة صقلاوي الخالدية مع عبد الله الفيروز تطارد بكل قوة الأمتار الأخيرة. هنا ركود الأنصاري على ما يبدو تحاول الهروب بهذا الشوط، تهرب في هذه اللحظات ركود الأنصاري ابنة صقلاوي الخالدية مع عبد الله الخميس في محاولة لتوسيع الفارق والابتعاد بهذا الشوط، بينما دخول قوي من كحيلة الدهم ابنة شبل الخالدية، ولا زالت ركود الأنصاري توسع الفارق، تبتعد ركود الأنصاري بطلة لسادس الأشواط لناصر محمد ناصر الشيخ تدريبات ريعان ابراهيم والقياده لعبد الله الخميس. اذا ركود الانصاري تسجل الفوز الاول لها في سجلها السباقي من الظهور الاول لها هذا الموسم، والظهور السباق الثاني لها في سجلها السباقي.